تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم بارك، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الحمد لله، الحمد لله على هذه الأمطار، تبارك الله ما شاء الله، الحمد لله تبارك الله. تبارك الله ما شاء الله، إخوان تبارك الله عليكم، تحياتي لكم. أخوكم راعي الغنم الأطلس المتوسط يحييكم من نواحي أزرو. الحمد لله تبارك الله، هذا الخير، هذا الحمد لله، أمطار الخير تبارك الله ما شاء الله. بالنسبه للخروف الاخوان، في هذا الوقت هذه يعني الشتاء ماشي مشكل، الخروف غير يكون شاد راسو، يكون عالف مزيان واكل مزيان، ماشي مشكل الشتاء طيح عليه. هذا فلوق بعد الاصدقاء تيتصلوا بيا تيقول لك اودي واش بالنسبه للخروف طيح عليه الشتاء ماشي مشكل. ماشي مشكل الاخوان، بالعكس هذا الشتاء هذه تبارك الله عاد تتهليه الصوفه. هنا الاخوان مع الشتا طحت على التليفون تيزو من راسو. الحمد لله. هنا الاخوان كما شاركنا معكم ديك الساعه فاش حرتنا هاد البلاصه هادي، راه شاركناها معكم نتوما كما تشوفوا تبارك الله، راه خرجت الماء الحمد لله. الشتا راه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم بارك تبارك الله. اليوم الثلاثاء الاخوان 13/12/2022، كانت ساحيه سبحان الله، ساحيه حتى شويه هي جهه الشوطه ديال الشتاء الحمد لله عليها تبارك الله ما شاء الله. حنا شاركنا معكم الاخوان النهار اللي حرتنا هذا الفدان هذا تبارك الله، راه خرج الحمد لله. الخروف حتى هو راه شاد الربيع الحمد لله. تبارك الله ما شاء الله. من الاخوان راه التليفون تيزو من راسو، ما تتقيسوش حتى راسو تاي يزومي. خير ديال مولانا الحمد لله. تبارك الله ما شاء الله. زرع الاخوان مع الجو سخون دغيا دغيا تبارك الله طلع بحال هاد الوقيته الاخوان. بالنسبه للعام الفايت والعام الفايت بحال هاد الوقيته راه كانت بيضه، كان طايح الثلج. هاد العام هذا راه لحد الان ما طاح لا الثلج لا والو. حتى بعد لي كومونتير وبعض الاصدقاء تيصيفطوا لي في الواتساب واش طاح الثلج عندكم، مازال الاخوان ما كاين لا الثلج لا والو. الحمد لله غير الشتا، والشتا الحمد لله ديال العقل الحمد لله، الله يعطينا على قد ندفع هذا ما نقول. الحمد لله على كل حال. ترى بغات تخرج الشميشة عاوتاني تبارك الله ما شاء الله. بالنسبة للربيع الإخوان الحمد لله، هنايا المنطقة ديال أزرو وهاد النواحي الحمد لله تبارك الله الربيع يعني جاي الحمد لله. الخروف حاجة اللي صغيرة غادي تشبع، ماشي مشكل الاخوان كما قلنا. النعجة الخروف خروفة كيف ما كان الحال ماشي مشكل يخرج في هاد الشتا هادي، بالعكس هاد الشتا هادي راها مزيانة. حتى الجو هاد الوقت هادي الاخوان سخون، ما باردش، الجو سخون، مكاينش شي درجة الحرارة اللي نقولو منخفضة بزاف، مكاينش.
عاوتاني بدات تطيح. الحمد لله عليها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم بارك، تبارك الله ما شاء الله. تبارك الله عليكم الإخوان، لا تنسوناش من الدعاء، تحياتي لكم. الحمد لله.